بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد معاذ محمد أحمد بن، اسمي محمد أحمد البندي، اسم الشهرة اللي أنا معروف بيها هنا في البلد صابر العمدي. معاذ ابني اعتقل يوم 28/12 في القاهرة، كان في المدينة. هو مسافر من هنا يوم الخميس، وصل القاهرة حوالي الساعة 10 بالليل، وبعدها بفترة كده تم اعتقاله. انا عرفت خبر الاعتقال من محمد ابني محمد في جامعة اسيوط في كلية الصيدلة. اتصل بيا بعد صلاة الجمعة فابلغني ان معاذ تم اعتقاله. فحمدنا الله سبحانه وتعالى يعني، واحنا متوقعين هذا الامر، احنا متوقعين ان معاذ يتم اعتقاله ومحمد يتم اعتقاله وابوهم يتم اعتقاله. هذا الامر احنا يعني ايه، مش غريب بالنسبة لنا يعني، احنا متوقعين هذا الامر. لما جالي خبر معاذ انا عرفته قدرا كده من على الفيسبوك، لان موبايلي كان مقفول ساعتها فزميلي ما بلغونيش. وساعتها اخدت اكتر من نص ساعه كده حزين جدا، وما كنتش عارف اتكلم، ما كنتش بكلم حد، اخدت جنب مع اني كنت متيقن ان في حد هيحصل له حاجه، وكنت متعود على الموضوع ده لان والدي اعتقل قبل كده في اكتر من مره. وبعدها كلمت والدي، ويعني بعد اللي شفته من والدي جالي ثبات غير عادي. والدي اول ما كلمته رد عليا، بعد ما قلت له معاذ فين؟ قال لي في القاهرة. فقلت له معاذ اعتقل، فهو بالراحة كده رد عليا وقال لي قدر الله ما شاء فعل، وخلاص، ما انت ما تشغلش نفسك، واحنا هنشوف وهنكلم محامين وكده. فقال واحد يعني يروح المعنوية، رجعت ترتفع تاني، وكلمت والدتي بعدها. وبعدها بدأنا نتواصل مع المحامين، وكان بصعوبة جدا ان احنا وصلنا له. او في البداية قالوا لنا في اسم اول مدينة نصر، وبعدين عرفنا انه في اسم تاني. بدأنا ندخل له ملابس وبطاطين بصعوبة جدا. ومع اول زياره بقى حكى لنا ان هو في البدايه اول ما اتمسك من امن مركزي بس بزي مدني، اتجمعوا عليه وضربوه ضرب جامد جدا بالهروات بتاعتهم وبالصواعق الكهربيه. وبعدين اخدوه في تاكسي مدني وودوه على اسم تاني مدينه نصر، وهناك 4 ايام متواصلين، 4 ايام يقلعوهم هدومهم ويعذبوهم اذا كان بالميه البارده او بالضرب على جسمهم وهو عاري. بعدها رحلوهم، بعدها ب4 ايام من العذاب رحلوهم على معسكر أمن مركزي اللي هو معسكر السلام، وهناك ما قعدوش حوالي ربع ساعة في المعسكر وتوزعوا. هو راح أبو زعبل، وكان نصيبه إنه راح أبو زعبل هو ومجموعة من زمايله. وراح هناك يعني كان ثابت وصامت جدا يعني، حتى إنهم هو وزمايله لما ودوهم هناك وحطوهم في زنزانة واحدة، فبدأوا حتى هما في أبو زعبل يعملوا مظاهرات في الزنزانة ويهتفوا بسقوط حكم العسكر ويهتفوا إنهم هيجيبوا حق زمايلهم. فما كان من مأمور السجن أو المسؤولين القائمين على أمر السجن إلا إنهم فرقوهم عن بعض، فرقوا الطلبة، حطوا كل 2 3 في زنزانة. فكان حظ معاذ إنه راح في زنزانة يعني فيها ناس سياسيين، وكان بعض زمايله راح مع جنائيين الله يكون في عونهم، فده فضل من ربنا يعني. بالنسبة لمعاذ، هو معاذ يعني وهو طالب يعني من فترة، هو طول عمره ايه، امام وخطيب بالناس يعني، من بداية الثانوية، من اولى ثانوي وهو ايه بيخطب بالناس وامام. هو حافظ القرآن الكريم، وبفضل الله سبحانه وتعالى متمكن من حفظ القرآن الكريم، وحصل على اجازة حفظ في القرآن الكريم، واخدها عن والده يعني. يعني هو واخد مني الاجازة، وانا واخد الاجازة عن احد المشايخ كبار يعني. فمعاذ يعني متمكن من القرآن الكريم، وكان هو إمام وخطيب هنا إيه في القرية يعني. وكنت أنا وأنا موجود، كنت في خدت شهر رمضان في رابعة العدوي. كان معاذ، أنا موظف في المسجد، فمعاذ كان بيصلي مكاني التراويح، مكان الإيه، مكاني أنا، بيسد مكاني بيصلي التراويح بالناس. فهو له مكانة بين الناس وله قبول بين الناس، الناس كلها بتحبه، زمايله كلك بيحبوه ومتأثرين به جدا يعني. حتى الناس اللي هم ضد الشرعيه هنا، ضد الشرعيه، لما معاذ اتاخد تعاطفوا جدا جدا مع ايه، مع معاذ، وهم يعني زعلانين جدا. الناس اللي هم ضد الشرعيه زعلانين ان معاذ ايه اتاخد، فده عامل تعاطف في الشارع جامد. بالنسبه لمعاذ يعني، احنا هنا عملنا كاسره، احنا عملنا هنا كاسره. انا محفظ القران يعني، عندي مكتب تحفيظ القران، ومعاذ بيعمل معايا في المكتب، ومحمد بيعمل معايا في مكتب التحفيظ، وفاطمه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اولادي الثلاثه ايه متمكنين من حفظ القران، وكلنا بنعمل في المكتب. فده عمل معاذ يعني. هو كعلاقته بينا كاسره، احنا طبعا هو الابن الاكبر واحنا بنحبه جدا يعني، وهو يعني بر بينا جدا جدا، وبالنسبه لاخواته بيحب اخواته، واخواته ايه بيحبوه يعني. وهو انسان خلوق، ويعني انسان محبوب ما بين الايه، ما بين الناس. فلما يعني اعتقل معاذ، احنا في الحقيقه لم نحزن، لان طبعا
شباب كتير جدا تم اعتقالهم، شباب كتير جدا استشهدوا، فاحنا فخورين يعني احنا فخورين ان هو تم اعتقاله، ويعني حمدنا الله سبحانه وتعالى ان احنا بنشارك في يعني بهذه الثورة بمعاذ، يعني حمدنا الله سبحانه وتعالى ان احنا جزء من الناس اللي هم ضحوا، فكان فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، يعني احنا مش حزنانين ان معاذ تم اعتقاله ابدا. معاذ طالب في كلية دعوة، كان رايح يوم 28 عشان يعني يحضر الامتحانات، وكان جاي عندنا هنا زيارة يعني في يوم الخميس، يعني حتى هو صلى العصر هنا وسافر يعني بعون الله كده، ووصل يا دوبك وصل، فايه تم اعتقاله في نفس اليوم من المدينة الجامعية. فيعني حتى الناس اللي شافوه يعني ناس يقولوا ده هو كان موجود، يعني معاذ كان موجود، اللي يقول من اهل البلد انا كنت شايفه ده كان مصلي معايا العصر، ده كان موجود على الطريق، ده كان مش عارف ايه كده يعني. فهم يعني هو حتى كان رايح بنية ايه بنية ان هو رايح عشان الامتحانات يعني، فهم اعتقلوه. ويعني هو معاذ يعني من الابناء البرين، بابوه بيا انا والدته وبوالده، وحتى هو يعني اكبر الابناء، وكان في عليه اعتماد جامد جدا في الاسرة، فهو حتى كان يعني بيقوم بتوجيه اخواته وتربيتهم معايا، وهو ولد يعني ما شاء الله عليه، يعني كان حافظ القرآن الكريم من هو عنده 12 سنة، ويعني مستواه حتى الثقافي مستوى عالي جدا ما بين اصحابه، حتى هو محبوب حتى ما بين الناس الملتزمين واللي مش ملتزمين. اما انا بقى انتقاله يعني، فهو كان يعني بالنسبة لنا طبعا كان صعب، بس هو كان في توقع يعني ان هو ان شاء الله يعني ايه لازم هيتم في اعتقالات في الأسرة، فكان بعون الله يعني كنا يعني بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، دايما احنا بنوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وده يعني حتى محمد ابني قال يا أمي ده يعني احنا آخر ناس أصيبنا، فالناس يعني في أسر فيها شهيد واتنين وفيها معتقل واتنين، فيعني احنا بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى أي شيء نصاب به، وبإذن الله احنا مكملين حتى يعني يرجع كل شيء أخذ مننا وأخذ من الشعب المصري، وإن شاء الله إحنا يعني بإذن الله حتى تعود الشرعية. معاذ هو أخويا، بصراحة علاقتي بيه كانت يعني هو أنا بحبه كتير، يعني هو أخويا الكبير وعلاقتي بيه مقربة جامد، يعني نعتبر كنا قريبين من بعض كتير، ويعني عمري ما طلبت منه حاجة لما جابها لي. بصراحة لما سمعت خبر اعتقاله أنا في الأول بكيت كتير لأن كان خبر مفاجئ شوية، بس بعدها إحنا أصلا كنا متوقعين زي ما أبويا قال إن إحنا كنا متوقعين إن في اعتقال هيحصل لأي حد فينا، فهو اما جه خبر اعتقاله انا زعلت ماشي، بس في الاخر فهمت ان هو اصلا كده كده كان هيجرى له حاجه، يا اما هيعتقل او اي حاجه تانية، فالامر كان بعدها كان طبيعي. هو بصراحه افتقدناه كتير، الاسره كلها افتقدته، لان هو كان مقرب مننا كتير، كنا بنحبه وهو كان بيحبنا، علاقتنا بيه كويسه يعني موفر لنا كل حاجه، وطبعا هو اخونا الكبير بيعز علينا كتير وبنروح نزوره، يعني صحيح الزيارات صعبة علينا شوية بس احنا بنتحمل، وطبعا هو كل مرة بيصبرنا، وكلامه طبعا فيه ثبوت، فيه بيدل على انه صامد وعلى انه ثابت، ودايما بيسألنا على الناس اللي بره، دايما بيسألنا بتنزلوا مسيرات ولا لا، يعني ما ينفعش ما تقعد، ما ينفعش تقعدوا في البيوت، لازم تنزلوا لان لو ما نزلناش مش هنجيب حق ولا حق زمايله، فدايما هو طبعا بيثبتنا، ويعني احنا بنروح على ان احنا نثبته، هو مسجون او معتقل، فبنروح على ان احنا نواسيه في المشكلة اللي هو فيها، فبنلاقي هو اللي بيواسينا أصلا، يعني دايما هو بيقول لنا لازم تكونوا صامدين، لازم تكونوا ثابتين وما تخافوش علينا، وهو مبسوط جدا هناك، يعني عباداته كويسة وقرآنه وكل حاجة فيه، كل حاجة هناك كويسة وموجود مع ناس كويسين، بس احنا في الأول في الآخر برضو بنفتقده، وإن شاء الله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني إن شاء الله هو هيخرج والمعتقلين هيخرجوا، وبإذن الله مش هندخل بيوتنا لما نجيب حق الشهداء ونجيب حق معاذ وحق المعتقلين، وإن شاء الله هنجيب حق الدكتور مرسي وهنطلعه، ومش هندخل برضو إلا لما الانقلاب يمشي، وإن شاء الله يعني مهما الفترة الطول النصر هيجي من عند ربنا، وإحنا محتسبين عند ربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. معاذ اول ما رحت له كان يعني انا كنت رايح اول مره اروح له كنت خايف جدا وكنت قلقان عليه، فوجدته ثابت كده وصامد واخدني في حضنه لمده تزيد عن دقيقتين او ثلاثه وهو بيسالني عن حالي، وانا اكاد يعني عايز اقول له ايه، عايز اساله عن حاله بس مش عارف اساله ازاي، وهو والله ما خلاني اتكلم ولا كلمه الا وهو بيسالني عن حالي وانت عامل ايه واخبارك في الدراسه، كنت انا بعدها مخلص امتحانات على طول مباشره، وفضل الله اطمنت عليهم بعدها وانا مطمئن جدا عليه.
حتى ان هنا خوفي في البدايه كان والدي دايما يقول لي ان خوفك ده غير مبرر، وان احنا يعني في ناس غيرنا استشهد لهم والد وابن ومع كده، واعتقل ان عندهم ناس ومع كده هم صامدين وثابتين، فربنا ان شاء الله يثبتهم ويثبتنا باذن الله. اما عن علاقتي بمعاذ اخويا، هو مع انه معاذ اكبر مني ب4 سنين، فارق السن كبير، الا ان احنا كنا اصحاب واخوات في نفس الوقت، اصحاب واصحاب جدا واخوات، يعني عايز اقول لك كنا بنديه بس في افعال الخير، كنا بنديه، كان في نديه ما بيننا في حفظ القران الكريم، نديه في الدراسه، نديه في كل حاجه ربنا يعينه. وكنت واخده قدوتي يعني، كنت دايما معاذ ربنا يفك اسره يا رب، كنت دايما بشتكي له كتير، كنت اي حاجه مزعلاني اي حاجه عايز لها حل اقول لمعاذ، لان هو كان يعني بيبص للدنيا بشكل اوسع مني بكتير، ربنا يفك اسره وحسبي الله ونعم الوكيل في من اعتقلوه يا رب. احنا بنروح نزوره في المعتقل في ابو زعبل، وبنحاول ان احنا نثبته، فبنجده يعني ثابت وبيكلمنا كلام يطمئننا، وكل يعني اسئلته دايما على انتوا عاملين ايه بره والناس عامله ايه بره، لكن هو في مكانه مطمئن جدا. حتى انا بساله يعني انت عامل ايه في القران الكريم في وسط الزحام وكده، فهو اخبرني يعني ان انا بقرا القران الكريم كل 3 ايام غيبه، يعني بقرا القران كل 3 ايام غيبه. هو بفضل الله سبحانه وتعالى متمكن من القران الكريم، فحمدت الله سبحانه وتعالى. سالته طب يا معاذ انتوا عاملين ايه في الصيام، يعني عاملين ايه في السجن، يعني بتصوموا ازاي وبتاع، فقال لي والله احنا بنصوم كلنا بنصوم 6 ايام في الاسبوع، بنفطر يوم واحد بس، فاحنا طول الاسبوع ايه صايمين، طول الاسبوع نقرا القران الكريم، فاحنا يعني في نعيم. يعني هو حتى بيطمئننا، والاخبار بتطمئننا ان هؤلاء الناس عايشين في معيه الله سبحانه وتعالى، قراءه القران، صيام ليل ونهار وهكذا، يعني صيام بالنهار وقراءه القران بالليل، فالحمد لله سبحانه وتعالى. يعني ايه هو بيطمئني، فهو وضعه كويس جدا، وهو كان مكانته ما بين الناس، حتى ان زمايله لما راحوا زاروه جوه مبسوطين جدا جدا من زياره معاذ. فالحمد لله احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى، واحنا مش حزنانين ابدا، ولكن احنا فخورين بان معاذ ابننا اتاخد، وفخورين بان هو شارك، وفخورين ان هو يعني بيحمل فكرنا وبيحمل اهدافنا، ودي حاجه بتطمننا ان احنا ابنائنا من ورانا مكملين، واحنا ان شاء الله مكملين وسنظل في الشارع حتى نسقط هذا الانقلاب الدموي الظالم، ونعيد الشرعية إن شاء الله، ونعيد إن شاء الله الرئيس محمد مرسي، ونعيد يعني كل حقوقنا وكل مستحقاتنا اللي احنا ايه حصلنا عليها بإذن الله، ولن نيأس أبدا، وسنظل مكملين إن شاء الله حتى ايه يأتي الله سبحانه وتعالى ايه بالفرج، ولو احنا حتى اعتقلنا او متنا فاولادنا ان شاء الله يكملوا بعدنا، وهذه رساله يعني ايه ان شاء الله لن تنتهي باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للزيارات، يعني احنا معاذ لما حتى تم اعتقاله، حتى يعني قالوا لنا ان هو في قسم تاني مدينه نصر، فضلنا حوالي اكتر من 10 ايام مش عارفين نوصل له، حاول المحامي انه يجيب لنا اذن زياره، مش عارفين حد من اهالينا يعني اللي موجودين في مدينه نصر يحاول يوصل له، برضه مش عارفين، لحد ما أتيحت الزيارة يعني بعد حوالي 15 يوم. رحنا كان يوم صعب جدا جدا، يعني أنا كنت يومها رايحة ما كانش والده موجود معايا، يعني فضلنا حوالي أكتر من 5 ساعات في انتظار إنهم يدخلونا الزيارة. بس طبعا المشوار بعيد جدا، لأن إحنا بلاد ساحلية بعيد عن القاهرة وعن أبو زعبل ديت، وبعدين كان يومها صعب جدا، أول زيارة دي كانت صعب. وطبعا دلوقتي بنروح له كل أسبوع، طبعا بتروح بتاخد سفر من الساعة 4، مرة من المرات سافرنا من الساعة 2، يعني من 4 من الساعة 4 الفجر لحد توصل هناك الصبح، تقف بقى ممكن تدخل الساعة 10، ممكن تدخل الساعة 12، ممكن تدخل الساعة 2، على حسب ايه على حسب التصرفات داخل السجن يعني. ولكن احنا بنحتسب كل الامور دي عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني يثبت الجميع. لما جه خبر اعتقال معاذ الناس زعلت جدا وتعاطفت معانا جدا جدا، وتعاطفوا مع معاذ، حتى ان كل الناس بدات تيجينا البيت وتسالنا ايه اخبار معاذ، طب معاذ خدوه ليه، طب هم خدوا الاولاد ليه، وهكذا. فالناس تفاعلت، وحتى الناس فهمت قضيه ما كانتش فاهماها، يعني الناس بداوا يفهموا ده هم كانوا، الناس يقول لك ده كانوا بياخدوا الارهابيين، فلما فوجئوا ان هم خدوا معاذ، طب معاذ مش ارهابي، طب معاذ معروف بطبته ما بين الناس، معروف ان هو امام اصلا بيصلي بالناس، معروف ان هو خطيب بيصعد المنبر، الناس بتحب صوته، هو صوته جميل جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى مفوه في الخطابه، فالناس فوجئت
ان معاذ اللي كان بيصلي بينا التراويح في شهر رمضان، ان معاذ اللي بيخطب بينا الجمعه اللي احنا بنستمع له يتم اعتقاله. طيب هل معاذ ارهابي؟ هل ده معاذ كذا؟ وهم كلك محتكين به وعارفينه، جيرانه وزمايله واهل القريه عارفينه. فكان طبعا رد فعل ايه مفاجئ للناس جميعا ان مثل معاذ اتاخد. يعني معاذ اخي المعتقل بسجون الانقلابيين، انا علاقتي بمعاذ لم تكن علاقه عاديه، لم يكن اخا فقط بل كان مربيا فاضلا. معاذ كان هو من يحفظني القرآن الكريم، وبعد أن اعتقل لم أعد أقرأ غير قراءة مع نفسي. معاذ أنا عمري ما طلبت منه حاجة إلا إذا هو نفذها لي، وما بشتكيش لحد غيره. طبعا فراو ده له أثر كبير جدا عليا. أنا زعلت وفي نفس الوقت كنت فرحان جدا ان اخ من اخواني اعتقل من اجل كلمه الحق، ومن اجل اعلاء رايه الاسلام. وطبعا انا كنت متوقع ان معاذ يعتقل او يموت شهيد في سبيل الله، وطبعا دي حاجه كويسه جدا. وانا لم اكن حزينا كما كنت سعيد من اجل اعتقال. وانا دائما في زيارتي، ويقول أن 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 الإنقلابيين دائما ما يعذبونهم داخل السجون وهو صامد. وكلما ذهبنا إليه أعلم معنوياتنا. وأنا وأوجه من هنا رسالة إلى الإنقلابيين، أقول لهم أننا صامدين ولن نرجع عن الحق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا بوجه لمعاذ رسالة، يعني بقول له معاذ إحنا كأسرة فخورين بك جدا، وأنا كأب فخور بك جدا، وبحمد الله سبحانه وتعالى ان اني طلع لي ابن يعني يحمل فكري، وطلع لي ابن يعني بيكمل. وبحمد الله سبحانه وتعالى ان انا لي ابن معتقل. انا اعتقلت في سنه 99، واعتقلت سنه 2005، وكان معاذ ابني صغير. فكون ان انا يعني يحيين الله سبحانه وتعالى ويمد في عمري ويعتق وابني يتم اعتقاله، وانا اروح ازوره زي ما كان بيجي يزورني وهو صغير، وانا اروح ازوره، ده يعني عمل عندي شعور ان يعني هذه يعني دعوه الله سبحانه وتعالى، وانا فخور بيه جدا. وانا بكلمه وما بروح ازوره، يا معاذ اجمد، يا معاذ انت بطل، وكلم اخوانك وكلم زمايلك. وهو يبعث لنا رسائل من جوه السجن حقيقه، رسائل عظيمه جدا. يعني بيقول لنا لا كلموا الناس ان هم يثبتوا، واحنا مش هنسيب حقوقنا ان شاء الله، ولن نركع ولن نترك هذا المجال. وهو حتى اخر رساله يعني بلغني بيها ان انا ابلغها للناس، قال ان احنا مش هنسيب حق زمايلنا اللي ماتوا. معاذ له زمايل كتيره جدا ماتوا استشهدوا، قال احنا مش هنسيب حق زمايلنا اللي ماتوا، ولا هنفرط في حق البنات اللي تم اعتقالهم، ولا هنفرط في حقوق ديت، ونحن ان شاء الله يعني صابرين وصامدين. وهو يتكلم بكل قوه ان شاء الله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يعني علاقتي بمعاذ من هو طفل، يعني هو طبعا الولد الاكبر بيكون دايما فيه الامل الكتير، وفي التركيز على تربيته جامد جدا. فمعاذ كان واخد كل اهتمامي واهتمام والده واهتمام الاسره كلها، يعني هو كان اول ولد عندنا، فدايما هو كان ايه واخد كل الاهتمام. وهو طبعا هو حتى هو من هو طفل بيهتم بينا جدا جدا يعني، وبيهتم بيا انا والدته يعني لدرجه جامده جدا، وباهلي يعني مثلا انا والدته وخالته مثلا عمته. فدايما يسال عن الجميع، حتى لو اتصل بالتليفون يسال عن الناس كلها، بجدته برضو يعني اهتمام جامد جدا، حتى يعني يقول طمنوني على جدتي عامله ايه. فكان يعني الارتباط بالاسره ارتباط جامد جدا. حتى هو دلوقتي اللي بيروح زياره بيسال على الاسره كلها، يمكن عاوز يسال على البلد بحالها، على كل الناس ده عامل ايه وده عامل ايه، واطمئنوا عليا وانا كويس وما تخافوش وما تقلقوش. انا بوجه رساله لمعاذ ان هو يصمد وما يملش ويكون صابر، وان شاء الله يعني باذن ربنا النصر هيجي، واكيد ربنا مش هيسكت على حق، يعني مهما طول المده اكيد ربنا مش هيضيع حقنا باذن الله. يعني انا بقول للانقلابيين يعني انتوا الى زوال ان شاء الله، الى زوال، ونحن نرى هذا يعني من قبل الانقلاب ما يتم، ولسه روايح وكده بتبين على الناس، احنا بنشوف ان هو الى زوال ان شاء الله. وكتر ما هو بيكتر في الدم ويكتر في الحرق وكل اللي بيعمله ده، دي مؤشرات ان الانقلاب هذا الى زوال ان شاء الله.
إن شاء الله وقريبا بإذن الله، بإذن الله الانقلاب إلى زوال. معاذ، كل ما أطلب منه حاجة زي ما قلت أنا كده بيجيبها لي، وهو صامت وأنا بوعظه، ورغم إني بدوخ في العربية فعلا لكن بروح له وبقتلني صابر علشان أروح له، مع إني بدوخ بروح له برضه، ولازم أروح وهكمل برضه. وهو أنا بوجه له رسالة إن هو يصبر ويتم صامت، ويتم صامد ويعني يتم كده على المبدأ بتاعه، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من في كل الانقلابيين الظالمين اللي بعدوا معاذ عني وحطوه ورا السجون، وإن شاء الله موسي هيطلع وكلنا مكملين، ومش هندخل البيوت الا لما معاذ يجي وحقه يجي وحق اصحابه يجي وحق الازهر يجي وحق رئيس المنتخب يجي والشرعيه ترجع تاني. بقول لمعاذ يعني ان هو يصمد، وهو اصلا هو بيعلمنا الامور ديت، وهو يعني هو ابن واب قبل كل شيء، فهو دايما يعلمنا يعني الثبات، ودايما يعلمنا يعني. حتى انا اذكر مره بقول لحبيبي تعالي في المدينه، كان يومها فيه يعني بيحدفوا عليهم قنابل وحاجات من ديت، ففي ناس من زمايله مشوا، فبقول له تعالى، قال يا امي ده البنات واقفين، احنا هنروح يعني البنات واقفين وبيدافعوا عن المدينه، احنا قاعدين في مدينتنا، نعتبر قاعدين في بيتنا، هم جايين بيرموا علينا غاز وجايين بيبهدلوا في الطلبه، فاحنا ما نعرفش، حتى الرجاله ما يعرفوش يمشوا والبنات واقفين. فهو يعني ثابت، وبعون الله سبحانه وتعالى يعني انا بقول له برضو يا ابني اثبت، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع ابدا اللي انتوا عملتوه، ولا هيضيع الظلم اللي وقع عليكم دوت، وان شاء الله يعني كلنا مكملين، يعني يا اما الموت يا اما يعني اما يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيد لنا شرعيتنا ويعيد لنا رئيسنا وحق المعتقلين وحق الشهداء، يا إما الناس في الشوارع حتى لو طال الأمر أكتر من ذلك. أنا بقول للإنقلابيين، أنتم ليس لديكم قلوب. هؤلاء الناس أخاطب الإنقلابيين وأقول لهم أنتم ليس لديكم قلوب، ولا تشعرون كأنكم آباء، ولا تشعرون بما يتألم به الآباء. يعني الأب مهما يكون لابد أنه بيتألم لفراق ابنه. فهؤلاء الناس قست قلوبهم لدرجة أن هي فعلا أصبحت قلوب قاسية أقسى من الحجارة أو أشد قسوة. وأقول لهؤلاء الناس بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ينكسر هذا الانقلاب، وهؤلاء الأطهار الأشراف الذين في السجون سيخرجون إن شاء الله، وتكونون أنتم أيها الإنقلابيون مكانهم إن شاء الله، تحاكمون على أفعالكم وعلى جرائمكم إن شاء الله سبحانه وتعالى.